السلام عليكم. الله وبركاته. اهلا وسهلا. الحمد لله تمام. بارك الله. حياك الله. الله يحييك. احمد ابو بكر بسلمان. حياك الله اخ احمد. كيفك؟ طيب. الحمد لله تمام الله يسلمك. وانا بنسالك سؤال. متى الحضرمي دائما يتردد في بالك او دائما يقولون الناس يعني مشهور؟ طيب لا اله الا الله محمد رسول الله. سبوله خير من مقلع ونخله ما تعشي الضيف قعرها لا تخليها. طيب ايش معناته هذا يعني اذا كنت تعرف؟ ان الواحد يتعاون مع اخوه مثلا في خاصه في الاوضاع الاقتصاديه الرديئه وخاصه ان احنا مقبلين مثلا على شهر كريم بعد 5 ايام باذن الله. فالواحد لا مثلا انه ما يعطي اخوه ظهره، ما يعطي جاره ظهره، ما ابن عمه ابن خاله، فهو يكسب اجره، يكسب اجره يعني انه يتعاون معاه وكذا يعني. خاصه في الشهر الفضيل الحين، خاصه ان الناس مثلا جايين الحين من النكبه السعوديه هذه اللي حاصله. فالله الله يجزاهم خير والواحد انه يتعاون. السلام عليكم. كيف الحال؟ الاسم الكريم من؟ محروس برشيد. محروس. بوانا منك متى الحضرمي دائما تسمع ابو؟ متى الحضرمي الباب اللي يجي منك ريح سده واستريح. طيب واو؟ الباب اللي ما يجي منك اللي يجي منه ريح سده واستريح. طيب ومعناه تود الكلام؟ دائما نسمع ابو. معناه اي واحد يجيك ما يهبل. مالك منه. ما انا ابغى انت بالضبط اي مثل حضرمي مشهور اي واحد ميمك ماويوي. طيب وما معناته ويدا ميمك؟ يعني ذيك ما اختها يعني تشبه يعني تشبهها. تشبهها. طيب مثل حضرمي ذي؟ والله انا اصحاب المكلة هم يقولونه، ولا هو ما هو حضرمي من الوادي ومن ذا الا في الساحة. السلام عليكم. السلام. كيف الحال؟ الله يحييك. اسم كريم من؟ عبد الرحمن باجير. حياك عبد الرحمن. بوانا منك متى الحضرمي مشهور يعني دائما تسمع ابو؟ انت من وين انت؟ انا من حضرمان من شبوه. من متى الحضرمي؟ ما انت عارف شيء متى الحضرمي؟ لا والله ما. مثل شبواني. يقول لك اسلك طريق الامان لو على ثمان. طيب ايش معناته هذا الكلام؟ يقول لك هذا الطريق، يقول لك لو في طريق غير امن تسلكه في يوم واحد في ساعه واحده، لو هذا الطريق امن 8 ساعات وهذا مو آمن بس بساعة واحدة. يقول لك اسرق الطريق اللي آمن. لا تأكله حار. لا تأكله حار. ايش معناته؟ معناته يعني لا تستعجل على شيء وعاد ما جهز، وإذا لا تستعجل في الأمر يعني. مثل الحضرمي مشهور في مثل يجي في بالي أكثر من مرة. واو. يقول للسبورة قطعه. سبورة قطع. طيب وما معناته؟ يعني إذا كان واحد حوشبك ولا شيء كذا ونرفزبك وعلى اساس انه هو يتمنن عليك ويقول لك انا نعطيك ونسوي لك وذا، فانت تقول للسبوره قطعه، الحاجه اللي جايه منك زينه ما بغيتها خلاص يعني طنشه برا. طنشه. الاسم الكريم من؟ عمار الجعيدي. حياك عمار. وانا منك متى الحضرمي مشهور يعني دائما تسمع ابو؟ متى الحضرمي مشهور ما ينفع الطعم تحت العقبه. ومعناته؟ معناته انه الشيء لما يفوت انت على كله تحس عليه، يعني بامكانك تتجنب الشيء قبل الوقوع فيه عشان ما تندم عليه. باب منه ريح سده واستريح يقولون يعني. ايش معناته؟ معناته يعني اذا عندك اي مكان يصدر منه مشاكل فانت لا تروح لهذا المكان عشان ما تجيك المشاكل منه. فمعنى هذا باب منه ريح سده واستريح. شكرا جزيلا. الله يحييك يا مرحبا. الاسم الكريم من؟ علي عبود مجلد. حياك علي. من وين انت؟ وادي عمد. حياك. وانا منك مثل الحضرمي مشهور دائما تسمع ابو؟ الله مثل الحضرمي يقول لك خذ الحكمه في واهل المجانين يعني. مثل الحضرمي ذي؟ نعم. طيب ما معناته؟ يقول احيانا بعض المجانين يعني مو مش كلامه يجي كامل يعني حق مجانين، احيانا يجيك كلام في صلب الموضوع يعني يجيك كلام يفيدك يعني. هذا يعني تقريبا معناته المجانين. المجانين نعم. هو قال لك كل ما نشوفه مجنون يعني مجنون خلاص ما ينفع، في بعض المجانين يفيدونك يعني. ما ينفع الطعم من العقبه. معناته معناه يعني مثلا بتذاكر او شيء، مثلا ذاكره الامتحان ما ينفع انك اخر يوم ذاكره الامتحان بتجيب تراجع هذا كله. يعني تاخذ الامر حبه حبه. ضروري يكون حب من اول محضر البقعه كلهم. شكرا جزيلا. حياكم الله.